مشاهدينا الكرام اهلا بكم وموجز انباء الثامنه من اون لايف. اعلن متحدث باسم الخارجيه العراقيه ان بلاده ابلغت القاهره بانسحاب مرشحها صالح الحسناوي لمنصب مدير عام اليونسكو لصالح المرشحه المصريه مشير خطاب. هذا وكانت اجتماعات الدورة الثانية بعد ال200 للمجلس التنفيذي لليونسكو قد بدأت الأربعاء الماضي في باريس لبحث ملفات المرشحين والاقتراع السري على اسم مرشح واحد يتم رفعه إلى المؤتمر العام للمنظمة للتصديق عليه في نوفمبر القادم. اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن طهران لم تحترم روح الاتفاق النووي الموقع في 2015. وقال ترامب في بداية اجتماع في البيت الأبيض وحضور كبار المسؤولين العسكريين قال إن النظام الإيراني يدعم الإرهاب ويصدر العنف والفوضى في الشرق الأوسط. تمكنت قوات عراقية من استعادة مدينة الحويجة من تنظيم داعش الإرهابي الذي لم يعد يسيطر سوى على معقل وحيد على الحدود مع سوريا غرب البلاد. وكانت قوات عراقية قد بدأت في 21 من سبتمبر الماضي عملياتها العسكرية لاستعادة الحويجة الواقعة على بعد 230 كيلومترا شمال شرق بغداد. أعلنت بنغلاديش أنها ستبني واحدا من أكبر مخيمات اللجوء في العالم لإيواء أكثر من 800 ألف من المسلمين الروهينجا والذين لجوا إليها هربا من العنف في ميانمار. وكان وصول أكثر من نصف مليون نازح من روهينجا منذ 25 من أغسطس الماضي قد شكل ضغطا كبيرا على المخيمات الموجودة حاليا في بنغلاديش. مشاهدينا الكرام انتهى موجز الثامنة، لقاؤنا متجدد على رأس الساعة، إلى اللقاء.